ألو، أهلين بالآنسة اللطيفة. شو كأنه مالك بالمعمل؟ ليكني رايح بعد شوي، في شي؟ يا الله، كان جاي عبالي أعزمك على فنجان قهوة. ليش أنت وينك؟ أنا قاعدة بالكافيتيريا مع صديقك اللي هو صديقي حسام. لك إيه حسام، ليش في غيره؟ سلميلي عليه كتير. لك إيه، مو مستاهلي، خلصنا بقى، خد حكي معه، ما في داعي لسلم لك عليه أنا. إيه يلا حكي معه. ألو أهلين رامي، كيفك؟ مبسوط، أنا آخر رواق، كيفك أنت؟ الحمد لله تمام. شو جاي لعنا؟ لا والله يا حبيبي ما فيني، بس أنا والدي مكلفني بمهمة. بس شو مهمة يا حسام؟ شو مهمة؟ دخيل رب هالمهمة ما أزرفها. مهمة شو؟ المهمة بحكي لك عنها بعدين. هلأ في شي مهم، أنه المادة الجاية بعد 5 أيام، يعني لازم تطلع عندي. أوكي، وبابا بحكي لك شو صار معي اليوم. طيب ماشي. عطيني المغضوبة اللي جنبك، بس قلي بالأول عم تعذبك شي؟ لا يا رجل، شو عم تحكي؟ رنا بنت كثير لطيفة. عطيني اياها لو سمحت. ايه يلا تفضل. ايه رامي، رنوش لا تغلظي على الشاب. شو قصدك؟ يعني حسام شاب كتير ظريف، خليكي كول معه. ايه والله بصراحة هلأ أنا كول، بس هو العينتين ما أنا رضاني هيك يفك شوي، يعني يتلحلح على دمه. قال عم بيقلي على قولته عم بيخون العشرة. خلاص أوكي ماشي رامي، يلا روح. خلاص أوكي. لك شبك، شو صار لك؟ لك أنت شو هذا اللي عملتيه؟ يا حبيبي أنت مالك قدران تواجه، خلي غيرك يتصرف. لك إيه بس أنت هيك يعني؟ إن شاء الله، لا تقلي أحرجتيني.